السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رح نعمل شيشبرك مع بعض على الطريقة السورية. هلا هون العجينة الشيشبرك ما بتحتاج شي غير المي ورشة ملح. هلا هون رح اضيف المي بالتدريج، والمي يعني ما بنحدد الكمية، لانه الطحين تختلف عن كل نوع، تختلف عن نوع التاني، فهيك راح شوي شوي بالتدريج راح اضيف المي، راح ضل عجن لحتى تزبط معي العجينة. بس لازم تكون العجينة رخوة، يعني ما بتكون ثقيلة او كتير مع يعني مي قليلة، مشان تساعدنا بتشكيل الشيش برك. هلا هون العجينة جاهزة، هلا هيك راح اعملها وراح خليها ترتاح شي نص ساعة لساعة، لحتى روح كمان اعمل الحشوة. هلا هيك العجينة عندي جاهزة، هلا هيك راح خليها، وهلا هيك راح نبلش بالحشوة. غليت البصل بالاول، راح اقليهم حتى يدبلوا البصل منيح. انا هيك بس تدبل دبلت شوي راح اضيف اللحم، ما راح اخليها تتحمر كتير، لانه الحشوة ما بدها البصل بس تكون واللحمة يستوى مع بعض، ما بديها تتحمر كتير، بس تدبل البصل. وهلا ضفت اللحم، رح ضيف اللحم، وهلا هيك الحشوة جاهزة، رح خليهم لحتى يستوى وشوف البصل كيف صاير مثل البلوري. هلا هيك تكون جاهزة، هلا رح خليها تبرد اللحمة، لازم تكون باردة حتى ما تخرب عندي الشيش برك لما اعملها. ولا هيك العجينة كمان جاهزة، ويلا نبلش. انا هيك حطيت الطحين على السفرة، وكمان على المكان اللي راح اعمل فيها مشان ما تلزق، لان العجينة مو كتير قاسية، العجينة لينة. وهلا هيك راح اعمله الطريقة سهلة بدون قالب، كمان يعني بدي هيك بكل سهولة، يعني صح تاخد وقت اكتر، بس طريقة كتير سهلة واي حدا يقدر يعمله، يعني ما لا تخلي انه ما عندك قالب ما رح تزبط معك، لا تزبط كمان. هلا هيك راح رقق العجين كتير منيح، هلا قد ما بتقدري رققي العجين. هلا راح اجيب اي قالب صغير لحتى قص فيه العجينة، اي قالب صغير يكون عندكم موجود. وهلا هيك شوفوا هالحجم بيكفي، لانه الشيش برك لازم يكون صغير حجمه، يعني على قد ما تكون صغيرة تكون طعمتها اطيب. وهلا هيك راح شكلهم. هلا شوفوا من هالعجينة بس طلعت عندي كمية منيحة، هيك راح قطعهم كلياتهم وراح نكمل هيك. يعني شوفوا ايش قد كمية طلعت بس من عجينة واحدة. وهلا هيك راح نبلش نحشيها، شوفوا ايش قد حلوة هيك طالعة كلها مثل بعض. هيك حطيت معلقة صغيرة من الحشوة، شوفوا طريقة اللف، وهيك بنعملها كأنه بتعملوا السمبوسك وبعدين بتلفوها هيك بهالطريقة. شوفوا طلعت كتير حلوة، يعني ما أنا صعبة أبدا، بكل سهولة بتقدري تعمليها بالبيت. شوفوا طلعت، رح تطلع عند الكمية كلها متساوية،
لأنه كلها عملتها بنفس القالب. شوفوا الطريقة كتير سهلة، بس لا تكتروا الحشوة عشان ما بتتكبأ وتخرب، معلقة صغيرة تكفي. شوفوا طريقة كتير سهلة بكل بساطة، هيك بنلفها. طلعت كتير حلوة وكلها نفس الحجم. شوفوا ما شاء الله طلعت حلوة كتير. هيك رح كمل كل الكمية بهالطريقة، وهالطريقة كتير حلوة، جربوها عن جد إدمان، كتير كتير طيبة، وكمان تطلع منظرها كمان حلو ومشهي. شوفوا الطريقة كتير سهلة وما بدها قالب ولا أي شيء. هلا هون خلصت الكمية وراح بلش جهز اللبن. راح فضي اللبن، طبعا هاي قبل ما تحطوه على الغاز. راح اجهز اللبن وبعدين بنحطه على الغاز. فضيت اللبن كله، وهلا هيك الكمية شوفوا عندي طلعت كلها متساوية احلى من القالب كمان. فضيت اللبن وراح فضي كاس مي بالاول، وراح ضل اخلطهم منيح، ضل اخلطوهم لحتى يصيروا كريمية. ولا تخافوا من زيادة المي، لانه بس هلا تحطوا العجينة راح تتقل اللبن كتير. هلا راح اخلطهم منيح منيح، راح ازود كمان كاسة مي لحتى هيك تصير عندي اللبن جاهز. هلا هيك شوفوا اللبن، ضفت كمان كاسة مي وراح اضل اخلطهم هيك لحتى تتجانس معي كلها وما تضل تكتلات باللبن. تأكدوا انه ما ضل تكتلات باللبن وصارت مثل الكريمة. هلا راح زيد عليها بيضة، بيضة واحدة بتكفي، وراح احط كمان 3 معالق نشا، 3 معالق صغار. وهلا رح اخلطهم كتير منيح، كمان 1 معلقة ملح، ملح حسب الرغبة، يعني في ناس بتحب مالح وفي ناس كمان بتقلل الملح بسبب انه ما بتحب او كمان امراض وهيك. وهلا رح اخلطهم كتير منيح قبل ما احطه على النار، لازم تتجانس كل المواد وما بضل اي تكتلات، خاصة البيض والنشا لازم تتساوى كل شي وتصير مثل الكريمة. تأكدوا انه ما ضل اي تكتلات او اي شي مدايب بين اللبن. ولا هيك خلطهم منيح، هلا هيك اللبن جاهز. وهلا راح بلش هلا هيك عندي كل شي جاهز، ويلا راح بلش حطه على النار. بس حطوه على النار ضلوا حركوها، اخلطوها كتير منيح مشان ما تخرب اللبن، لانه اذا فارت كتير راح تخرب. هلا حطيت رشة فلفل ابيض تعطيه طعم كتير طيبة، وراح اضل اخلطهم لحتى جهز اللبن.
راح ضل حركن، وعلى الغاز لا تخليها، بس ضلي حركيها لحتى تجهز اللبن. اخلطوها كتير منيح، تأكدوا انه ما تفور لحتى ما تخرب اللبن. ما شوي شوي عم تجهز اللبن ولا هيك؟ صارت جاهزة، ويلا راح نضيف الشبرك. ضيفوها وحدة ورا وحدة. والله حطهم بين اللبن كلياتهم. بتستعملي الجدر الكبير او الصغير حسب كمية الشيش برك اللي انتي عاملتيها. هلا هيك راح ضيفهم كلياتهم. هلا هيك عندي ما كفت المكان. هلا هالكمية بتكفي. هلا هيك شفت وسع مكان، راح احط كمان، وراح اروح اجهز البرول كمان لانه كتير طيبة. الرز او البرول حسب ما بتحبوا انتو. انا جربت مع البرغل. وهلا راح اقلي الشعيرية لحتى اجهز البرغل. البرغل ما بده كتير وقت، يعني بعشر دقائق بتستوي. هلا راح اقلي الشعيرية منيح. هلا شوفوا شيش برك تقريبا صارت جاهزة، عم تغلي. شوفوا اللبن كيف صار سميك. وهلا كمان راح اضيف البرغل لانه جهز الشعيرية. هلا هيك راح اول شي اقلي البرغل. بتصير طعمتها اطيب بكتير من انه قبل ما تحطوا البرغل تحطوا المي. حطيت مكعبين ماجي. هيك راح اقليهم منيح قبل ما اضيف المي او المرق حسب ما انتو بتضيفوا. انا هيك حطيت مرقة الماجي 2 مكعبين. اتأكد لحتى انه قلت المنيح البرغل حبايب قلبي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى تصلكم كل جديد. هلا هون صارت تقريبا جاهزة الشيش برك، يعني لسه عم تغلى بس صارت جاهزة. وهون كمان البرغل عم يستوي، يعني تقريبا راح يصيروا مع بعض. وهلا هون ضفت المي. لا ضيف للبرغل مي كتير. اذا ما استوت وطوا الغاز تحته وسكروا الغطا تحت تستوي لحالها. اذا كترتوا المي رح تعجن وتصير طعمتها مو طيبة ابدا. هنشوفوا البرغل هلا بـ5 دقايق راح تصير جاهزة. وعندي هلا شيش بارك كمان، يعني قربت انه تصير جاهزة عندي، يعني راح يجهزوا مع بعض. اتمنى انه تجربوه عن جد، طعمته كتير طيبة هالطريقة، كتير طيبة على الطريقة السورية. هلا هيك البرغل بلش يشرب المي. راح
اخلطها لحتى يستوي الكل مع بعض، يعني ما تستوي من تحت وكمان فوق تضل. هلا هيك شوفوا جهزت البرغل، ما بدي اي وقت البرغل تقدر تعمله بس ب5 دقائق. هلا شوف طلعت المنظر لونه ذهبي وحلو، وكمان طعمته كتير طيبة. وهون شي شبرك كمان جاهزة عندي. حبايب قلبي لحتى يعملوا لي لايك لحتى استمر ولحتى يصلكن كل شي جديد. ولا هيك الأكلة جاهزة، ورح حط بصحن التقديم والف عافية. شوفوا البرغل طلع مفلفل وحبته مو معجنة أبدا، يعني طريقة القلي قبل ما اضيف مي عن جد تعطي البرغل طعم كتير طيبة. هلا هيك البرغل عندي جاهزة، كمان الشيش برك جاهز. كمان راح احطه بصحن التقديم. ألف عوافي على قلبكم حبايب قلبي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة واعجاب الفيديو، اكتبوا لي بالتعليقات شو يخطر على بالكم اكلات اعمل لكم اياها، وراح اجاوب الكل على التعليقات، انا برد على الكل. وشو اسئله بتخطر على بالكم اكتبوا لي بالتعليقات، وبحبكم كتير. يلا باي والف عافيه.